افرازات نتائج الانتخابات الاخيره وما آلت اليه من مشاكل عصفت البلاد وانقسام كبير بين الكتل السياسيه لا زالت حاضره، والاتفاقات بين الكتل السياسيه على صفه وشكل هذه الحكومه لا زالت الى الان غير واضح، والثلث الضامن لا زال بيد الاطار التنسيقي. ولذلك كنا سابقا في الكتل السياسيه نتجه دائما ونعمل بما كانت فيه الاعراف السياسيه سائده، ولذلك جاء كلام تيار الحكمه من هذا الباب انه ليس من باب التهديد وانما تحذير هذه الفكره السياسيه على الرجوع الى اصل التفاهمات واصل التوافقات التي سوف تفضي الى تشكيل حكومه منسجمه ومستقره قادره على تلبيه احتياجات المواطنين بشكل عام. هذا وقد نبهنا اليوم على البرلمان عقد جلسته الاعتياديه ب 245 نائبا، ماذا بشان جلسه الاربعاء برايك؟ جلسة الأربعاء القادمة لا أعتقد بأنها ستكون متغيرة أو مختلفة عن جلسة يوم السبت. الإطار التنسيقي لا زال بيده الثلث الضامن ولا زال مطالباته واضحة للتحالف الثلاثية أن يرجع إلى أصل التفاهمات التي ذكرتها قبل قليل، وهي العودة إلى الأعراف السياسية السائدة التي كان من خلالها تشكل الحكومة العراقية. لكن للأسف الشديد التحالف الثلاثي لا زال مصر ومعاندا على الانفراد والذهاب بطريقه ذوي الاذرع وفرض الايرادات وسياسات غير معموله به. الوضع في العراق ليس على ما يرام، والوضع الامني والاقتصادي لا زال متازم، وكلما تاخرنا بهذه الامور ازدادت الاحوال المواطنين الى اسوء والى المجهول. لذلك جلسه يوم الاربعاء لن تكون مختلفه ولن تكون متغيره، وسيبقى الحال على ما هو عليه. طيب، لا تجد ان هناك من تهديدات؟ كيف تعلق على هذا الموضوع؟ دائما التلويح بحل البرلمان ويعني تهيئه لحكومه الطوارئ وغيرها من الخيارات المقلقه، كيف تعلق على ذلك برايك؟ وهل ممكن ان يحدث هذا؟ اولا لا يوجد بالمفهوم الدستوري حكومه طوارئ، وانما هي حاله طوارئ يعلن من خلال البرلمان، حل البرلمان لا ياتي الا عن طريق الاطر الدستوريه، وهي ان يقدم ثلث اعضاء البرلمان طلب لرئاسه البرلمان بحله على ان يكون هناك تصويت بالأغلبية المطلقة أي 50+1 حتى يحل هذا البرلمان. التهديد والوعيد لا يجدي نفعا فيما نحن عليه، يجب على الكتل السياسية أن تعي خطورة الوضع الذي يمر بها العراق وأن تضع مصالح العراق قبال مصالحها الحزبية والتيارية وأن تعمل سوية على حل هذه المشاكل من خلال التفاهم والتحاور وإيجاد أرضية ملائمة لتشكيل حكومة تكون هذه الحكومة منسجمة ومستقرة. سيدتي الفاضلة، ما يمر بها العراق أمر خطر، والمشاكل الحاضرة هي بسبب تعنت التحالف الثلاثي. لذلك مسألة التهديد وهذه المفردة أرجو أن يبتعد عنها الجميع وأن يذهب الجميع نحو الاستقرار والانسجام حتى نجد هذه الحكومة لمعالجة كل المشاكل. طيب، شكرا لك عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني الأستاذ عباس غدير، شكرا لانضمامك معنا.